عزل الملعب الكل. التصريح نتاع السفير اللي في موسكو نتاعنا، ولدنا ولد بلادنا سي محمد علي الشيحي، قلب الدنيا الكل اليوم. الوغ لا لا خل لا حتى شيء. قال شنيا النساء اللي في موسكو جايين ويطلبوا يسألوا على الرجال نتاعنا، على وجه البولونه اللي هوني ولا وجه الميكرونت اللي عندنا احنا. قالك علينا عندنا توم كروز ولا براد بيت يدور في شارع حبيب بورقيبه. يا سيده السفير، كان قلت راهو كان قد رواحهم الكوارجيه نتاعنا وقد سويقاتهم اللي بالحنه وبدايتهم، كان خير من اللي تقول والله التعارف وسيله للتعارف. ناقصين نسبه عنوسه احنا هوني في تونس باش انت سيادتك هكا تشجع على تبادل الثقافات بين موسكو، نساء موسكو ورجال تونس. ما شاء الله منورينا. هذاك يطلبوا خايفين على رواحهم، نسي موسكو خايفين على رواحهم تتكعبر لهم. شوفوا في قانون تونس كيفاش، مش على حاجة أخرى يا سيادة الوزير الماسون الشباب الباهي يا براد بيت بتاع تونس. سالو، إن شاء الله ديما مربوحة، وإن شاء الله رجالنا يربحوا غاديكا في الكرة، مش حاجة أخرى. سالو.